رحلة إلى الملكوت. القمص بيشوي غبريال، 6 سبتمبر 1928 إلى 14 سبتمبر 2014. ولد القمص بيشوي في مصر في 6 سبتمبر 1928، وحصل على درجة بكالوريوس العلوم في الكيمياء والعلوم الزراعية من جامعة القاهرة في عام 1951، وعلى دبلوم في علم الأحياء. كان يعمل مدرسا في البساتين. هاجر إلى الولايات المتحدة في عام 1970، وكان خادما في مدارس الأحد في كنيسة القديس ماري مرقس الرسول لوس أنجلوس. اختير للكهنوت وقام برشامته قداسة البابا شنودة الثالث كاهنا لكنيسة ماري مرقس الرسول لوس أنجلوس في 18 فبراير 1979. تمت ترقيته إلى رتبة القمص في 29 أكتوبر 1989. بالإضافة إلى خدمته في ماري مرقس، كان له دور فعال في زرع بذور الرعاية في لاس فيغاس، سان فرانسيسكو، سانتا مونيكا، بيكرسفيلد، ويست كوفينا، سان فرلاندو فالي، تورنس، هونولولو. كان خادما أمينا لمدة 35 عاما. أحب الجميع. كان خادما أمينا على القليل، فأقامه الله على الكثير. حمل الصليب، والآن في الملكوت. رحلة إلى الملكوت.
بشوي غوبريال اللي عاش وسطينا وخدم وكلنا اتمتعنا بخدمته ككاهن وكخادم في هذه المنطقة وفي كنائس أخرى. أي كلمات تعجز أن تعبر عن محبتي لأبونا بشوي. كنت أشعر بمحبته الكبيرة وأشعر أن هو إنسان بركة يشجع في الخدمة. كنت دايماً أسعد لما ألتقي به أن دايماً كنت أسمع منه كلمات التشجيع من ساعة ما بدأت خدمتي هنا في لوس أنجلوس، ودي كانت طبيعته بالنسبة للكل، عشان كده الكل أحبه واقتربوا منه. وطبعاً مدة 35 سنة في خدمة الكهنوت معنا كده في أجيال طلعت تتلمذت عليه وتشعر بأثره في حياتهم. من أول ما تقابلت معاه كان متدين جدا جدا، وكان كنيسته المفضلة اللي بيصلي فيها حارة السقايين. الكنيسة كانت جنب بيته، وبعدين كان هو خادم فيها، خادم في مدارس الأحد وخادم للشبان، وبعد كده اتنقل راح كنيسة تانية في مصر القديمة كان أب اعترافه هناك. الكنيسة دي كان فيها أقدم كاهن في مصر، كان راجل كبير وبركة كبيرة خالص، وهو يحبه قوي قوي. فكنا نروح له بقى لما جوزنا وكبروا العيال، فكنا نروح له كل يوم حد بالأوتوبيس النهري، نروح من سرايا القبة لغاية مصر القديمة ونقعد معاه نصلي ونقعد معاه بقية اليوم. فكان راجل بركة جدا جدا، ودايما يدينا نصايح، وهو اللي نصحه لما ترسم كاهن ان لازم يعمل قداس للملاك مخيل والعدرة كل شهر في تذكرهم يوم 12 ويوم 21، لأنه قال له دول اللي هيسندوك في خدمتك وهتكون خدمتك ناجحة بيهم. إن هو في بداية خدمته أخذ على نفسه عهد إن هو طول ما ربنا مديله صحة وقوة إنه هيصلي كل شهر قبطي في عيد الملاك مخائيل التذكار الشهري بتاعه يوم 12 في الشهر، وفي عيد الشهر بتاع العذراء اللي هو يوم 21 في الشهر. وكان دايما ابونا في الاعياد دي يتصل بيا ويقول لي بكره عندنا قداس الملاك او بكره عندنا قداس العذراء، ايام ما كنت بخدم في مرمورس كشماس، وكنت اروح اقف شماس ورا ابونا يعني واقول له المرادات، وكنا فعلا نشعر في القداسات دي ببركه جميله جدا، لدرجه ان من كتر ما صلينا مع ابونا قداسات العذراء والملاك حفظنا مديحة العذراء والملاك اللي بتتقال في التذكار الشهري بتاعهم من كتر ما كنا بنرددها. فدي طبعا كانت بركة جميلة جدا أبونا بشوي برضو بيديها لنا وبيسمح لنا ان احنا نشترك فيها. الصلاة هي سلاح أبونا بشوي اللي قدر ان هو ينتصر بيه، والصلاة هي صلة، الصلاة هي ارتباط بالله. في بداية خدمته اتعرض لهجوم عنيف في أحداث التحفظ على قداسة البابا شنودة، فكان رد الفعل بتاعه أنه هو زود يوم في الصلاة والصوم، فكانوا بيصوموا أربع وخميس وجمعة ويصلوا قداس أربع وخميس وجمعة. والبابا أعجب بهذا الأمر وقال له هو ده اللي أنا كنت محتاجه من الكنائس، أو هو ده التصرف الصحيح. فطبعا دي نقطة بتبين أنه هو بيلجأ للصلاة، حتى اللي كانوا بيقاوموه بعد كده الحاجة الوحيدة اللي هو كان بيعملها أنه هو كان بيصلي لهم. كده كمان الفترة بتاعت الإقامة الجبريل لقداسة البابا ده كان عبء برضك كبير، لأنه الشعب كان ببص من وجهات نظر مختلفة، فده برضك كان عامل صعب. لكن بالمحبة جازت كل الأمور، ونشكر ربنا
ان الامور تعدلت والمركب مشيت بسلام نشكر الله. بحب البابا كرولوس جدا ومتعلق بيه بسبب ان هو كان بيسافر من سرايا القبة امبابة، كان هو مدرس في امبابة، فكان بيسافر بدري وينزل في المحطة حوالي ساعة كده يبقى فاضي، فيروح يصلي معاه قداس الصبح، فكان بيصلي معاه قداس كل يوم، كان بابا كرولوس بيعمل القداسات، ويروح يقعد معاه وياخد بركة ويقوله على كل الحاجات اللي هو عايزها. هو اللي ساعده في جوازه وساعده في إنجاب الأطفال وكل حاجة، يعني كل حاجة وكل مشكلة يروح له، فتكونت علاقة جامدة بيننا وبينه، فكان يعني بيحبه خالص، كل مشكلة تتقابلنا نروح له فيها. لأن البابا كرولوس كان عبارة عن يعني البابا البطريرك الذي لا يستطيع أن يبعد عنه لحظة واحدة، دائما كان يروح يصلي عنده، وكانوا يروحوا يصلوا من بدري في صلاة باكر وفي القداسات، كان دائما خلاص البابا كرولوس يعمل القداسات بدري قوي الصبح بدري. الحقيقة قداس أبونا بشوي برضو كان دائما مواظب إنه يحضر القداسات دي من صغره، وكانت بركة كبيرة ليه، يعني كان دائما بابا كرولوس بيباركه. وحتى لما جه يسافر أمريكا كان راح للبابا كرولوس برضو بيقول له، كان هو ساكن في حدائق ناحية كوبري القبة حقيقي، فبقول له دور لي على شقة كبيرة، قال له لا شقة كبيرة ليه، ده أنت رايح أمريكا. وفعلا يعني اتحققت أمنية البابا كرولوس، وجاء أبونا بشوي وتسواني والولاد وجم أمريكا، وصلوا في أكتوبر سنة 70. الهجرة جت إزاي؟ هو كان مدرس الأول في الأقطار في العراق وفي الأردن وفي غزة، بعد ما رجع راح عينوه في مصر، في مصر فين؟ في الزقازيق، فكان يسافر يوميا من مصر للزقازيق ساعة ونص أو أكتر، قعد على كده سنة أو سنتين، وبعدين طلب نقله لمدرسة تاني فودوه بابا، برضو نفس الحكاية بقى يسافر حوالي ساعة أو ساعتين. فقابل مدرس من زمايله اللي كانوا في نفس الدفعة، المدرس ده كان معيد في الجامعة هنا في أمريكا، خدوه معيد وراح بعثة، فأبونا بيشتكي له بيقول له ده أنا تعبان جدا ومن السفر وكل حاجة، قال له أنت قاعد هنا ليه؟ ما تروح تهاجر. فجبت طلب من السفارة الأمريكية، وكانت أقرب كنيسة ليا هي كنيسة العذراء بالزيتون، فعطيت الطلب على المذبح، قلت يا رب اسكت يا رايل بالهجرة سهل الطريق، وإذا كنتش موافق دي إرادتك ومشيئتك، مش هتضايق ولا هزعل، لكن أنت اللي تمشي إرادتك وبدون إرادتك ملهاش نعمل حاجة. وفعلا بعد كده كتبت الطلب وقدمته، وقعدنا حوالي 15 مفيش ولا أي جواب جدا خالص. وفي مرة كنا بنصلي في البطرخانة عند الأبا كرولوس الله يهديه روحه، وبعد القداس مراتي بتقول لسيدنا صلينا يا سيدنا عشان نلاقي شقة أكبر، لأن الأولاد بتكبر وعايزين شقة أكبر. وفوجئت إن قداسة البابا كرولوس السادس برد على هذا السؤال، لا أنت عايز الشقة في إيه؟ ما أنتوا مهاجرين وماشيين، ولا كان يعرف أي حاجة إطلاقا عن الهجرة. فجاي بقى ملل دماغه خالص على الهجرة، فجاي بقى جاي يقول لي أنا ههاجر، قلت له لا أنا ما أحبش الهجرة، ما تحاولش تعمل كده. قال لي لا 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 أنا ما أقعدش أسافر كل يوم كل يوم. فابتدى بقى يفكر فيها جديا، وراح قلت له طب إذا كنت أنت عايز تهاجر كل طلب تعمله لازم نحطه على مذبح كنيسة العذراء في الزيتون، احنا كنا جنب الزيتون جنب كنيسة العذراء كنا في سراي القبة. فقال لي اذا كان ده يرضيكي هعمله. فبقي كل طلب يروح يوديه على المذبح ويسيبه، يصبح تاني يوم ياخده ويروح يقدمه. عمل كده في كندا، ابتدى بكندا، فجت كندا رفضتنا، قالت لا مش عايزه مدرسين. قال لي انا ما يقاسش بقى ابدا، هو بقى في طبع جميل قوي ما يقاسش في حاجه عايزها، يقعد وراها لغايه ما يوصلها.
فقلت له ايه يعني هتعمل ايه؟ قال لي هقدم طلب في امريكا. فقدم طلب لامريكا وبعدين نسيونا خالص برضو بنفس الطريقه، بيحطها على مذبح العذراء ويوصلها. راحوا نسيونا بقى لست اشهر ما ردوش علينا. فقلت له لا خلاص بقى، يلا بقى ندور على شقه، كان عندنا شقه صغيره فهندور على شقه كبيره. مش لاقيين بقى، فقلت له تعالى وديني للبابا كرولوس. قال لي هروح اضيع وقت البابا كرولوس اقول له عايزين شقه؟ ده حاجه يعني تضحك خالص. قلت له بس انت وديني وانا هكلمه. فروحنا ودخلنا في الزحمه بقى، زحام جامد جدا. فانا كنت في الوسط كده الناس كلها. فبعدين بقول له لا احنا مش هنقدر نوصل له، بقول لابونا. قال لي لا. فراح بصيت لقيت البابا كرولوس قام من الكرسي بتاعه بيقول لي تعالي يا ست انت من المنيا اللي قاعده تبص شمال ويمين، انت عايزه ايه؟ قلت له سيدنا انا مش من المنيا. قال لي من المنيا وما تقوحيش، روح اسالي ماما. فاستعجبت بقى، قال لي عايزه ايه؟ قلت له عايزين شقه يا سيدنا، بندور على شقه مش لاقيين. قال لي عايزه شقه ليه؟ ما انت مهاجره. فمهاجره رايحه امريكا. فرحت بقى زعلت، انا كنتش عايزه هاجر. فروحت لابونا بقول له ايه؟ قال لي انتم مهاجرين. ابونا بقى اتبسط خالص، قال لي خلاص يبقى هنهاجر. وابتديت اعمل كل الاجراءات لغايه لما وصلت للاستقاله المبدئيه، وكان في 26 سبتمبر 69 او 70 69. وجاء عبد الناصر بعد كده طلع امر بالغاء الهجر، وكل واحد راح لوظيفته تاني زي الاول. الناس قعدت تشتكي في الجرايد، واللي باع عفشه واللي نازل في القضاء واللي نازل عند قرايبه، وانا كلمه البابا كرولوس مترن في ودني، ولقيته مهاجرين وماشيين. وفعلا بعد شهرين ثلاثه من الشكاوي البركة عبد الناصر طلع أمر بأن كل خد استقالة لغاية 26 يوليو يمشي، وأنا كنت واخدها 26 يوليو، وكانت تنصوني واخدها 27، لكن عشان أنا المقدم الطلب فهي تبع لي. كملنا الأوراق اللي هي عايزاها، وبرضه ما مش راضية توافق على الهجرة على الأوراق دي. قالت لا انتوا لازم تدوروا على ولايه تكون عايزه مدرسين. فمش عارفين احنا ولايه فين، الولايه دي اللي عايزه مدرسين احنا ما نعرفش حاجه عن امريكا خالص. فواحد بقى قال لابونا تعالى انا اوديك للانبا صموئيل، هو اللي بيعرف كل الجاليه اللي بره. فخدوا وركب الاتوبيس ونزل في الكاتدرائيه، واول ما نزل ليه الانبا صموئيل في وشه. فراح قال وسلم عليه وقال له يا سيدنا احنا عايزين ولايه تكون عايزه مدرسين. قال له بس انا عندي الولايه دي، ولايه يوتا فيها مدرس كبير قوي في الجامعه، وهو يجيب لكم عقد عمل. ابعته خد التليفون بتاعه وكلمه وخليه يبعت لك ابلكيشن. اول مره اشوف اسره ولا تدرس، فرحت له وسلمت عليهم وحبيت اخد فكرة أتعرف عليه. قال لي أنا أبونا تدرس يا أبوك ورايح لوس أنجلوس بعد أسبوعين. قلت له وأنت رايح فين؟ بيسألني أنا. قلت له الحقيقة القنصل قال لي مفيش وظائف في كاليفورنيا، وشفت لك ولاية تانية. فلما رحت للأبا صامويل كان أرشدني إلى واحد في يوتا عشان أروح هناك. وفعلا اتصلت بيه وقال لي ممكن تيجي بس العدد قليل. لكن ابونا تونس عوب قال لي طالما معاك الجرين كارد تقدر تروح في اي حته، ومش مهم انك انت تروح يوتا خالص. فانا عايز اقابلك هناك في لوس انجلوس، انا رايح بعد اسبوعين واشوفك هناك. قلت له لا لاحسن يمسكونا في المطار، واحنا ما نعرفش الاجراءات اللي هم بيعملوها، يمكن غلط ان احنا نروح ولايه تاني. فراح مره تاني ليه برضه ابونا تدرس، وقال له لا 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 انت ما دام خدت الفيزا فتروح اي حته في امريكا. ف
فاتبسط قوي، قال فجاي يقول لي ده خلاص انا قدمت على لوس انجلوس عشان ابونا تدرس، قال لي تروح لوس انجلوس مش هيعملوا لنا حاجه. قلت له خلاص يبقى ده صوت ربنا. وفعلا قطعت التذاكر على لوس انجلوس وجي. جينا وقعدنا 10 أشهر من غير شغل، كانت فترة صعبة جدا جدا بالنسبة لنا، ونقدم في أشغال كتيرة وننجح وما فيش فايدة، والكروتة بتاعت النجاح عندنا عاملة زي الكوتشينة، وكنا نوريها لأبونا تدرس نقول له شايف يا أبونا، كان أبونا تدرس بقى يعني قلقان علينا عشان هو اللي جابنا لوس أنجلوس، فكان يجي يسألنا بقى عملتوا إيه فنوري له كل ده، يقول معلش نصبر نصبر شوية. 14 وظيفة وكان اسم في الستيت والكاونتي والسكول ديستريكت والسيتي في كل حته، لكن ما كانش في حاجه كانت خالص من كل ده. واخيرا ربنا وفاني ولقيت وظيفه كويسه السيتي في اللاندسكيبنج والفيلد اوف هورتيكلتشر، وكان ده الماده الوحيده اللي كنت واخد فيها امتياز في الكليه. احنا اول ما جينا كنا مجموعه شمامسه قليلين في العدد، وكان هو من البدايه من الشمس القدامى اللي ابتدوا في الكنيسه هنا من الاول. كانت خدمته خدمه كلها ملائكيه، كان دايما معروف انه يلتزم الهدوء والخدمه، يعني هو الحقيقه ربنا كان بيبص عليه لو كان بيعده الحاجه اكتر من انه ممكن يكون مجرد شماس في وسط الشمس، ودي اللي شفناها. يعني كان بالإضافة لأنه كان شماس، كان طبعا مدرس في مدارس الأحد، كنت أنا بنروح نجيب الولاد، كان المدارس الأحد أيامها في السبعينات كانت يوم السبت بعد الظهر، مش يوم الحد زي دلوقتي لأن العدد كتير دلوقتي. فكان دايما هو كنت بروح أنا أجيب الولاد كان في الكنيسة فيفان، كنا بنروح نجيب الولاد ودايما كنت ألاقيه مستنيني هو والأرش يوستوس اللي هو الأستاذ نصح تاكلة، كان دايما يستنوني على الباب وكن يبقوا فرحانين أول ما الفان يوصل والولاد يبتدي ينزلوا، وكان هم بيدرسوا مدرس الأحد. جي بقى كهنة كتير في الكنيسة ومنهم أبونا لوقا، يعني فجي أبونا لوقا أبونا بشوي كامل تعب صحيا، فقالوا لأبونا لوقا يرجع اسكندرية عشان ياخد مكان، وسيدنا البابا شنودة قال لهم رشحوا واحد من عندكم، أنا ما ينفعش أجيب لكم كل شوية واحد وتغيروه وهكذا، فرشحوا واحد من عندكم، فدوله 3 أسماء منها الاسم بتاع أبونا واثنين كمان، فاختار سيدنا معرفش إزاي اختاروا سيدنا بابا شنودة، اختار أبونا بشوي، قال له ده عاد يعني يسمع للتسكيات والحاجات دي، فقال ده اللي أنا عايزه وخليه، كان هو في لندن ساعتها، فقالوا خليه ينزل لي في لندن وأشوفه وبعدين ينزل مصر. فجي أبونا لقى بقى قاعد ياخده يمرنه ويعرف اجتماعات وكده، وبعدين قال له إيه رأيك بقى إحنا هنعملك كاهن، بس بابا شنودة عايزة يشوفك في لندن. فجي جالي وانا نايمه نحسانه بيقول لي اصحى انا هبقى كاهن. في يوم من الايام 7/4 ابونا لوق بيتصل بيا يقول انا عايزه في الاوفيس، فرحت له قلت له كل عايز حاجه في الخدمه ولا اي حاجه، وانا كنت بخدم في الكنيسه هنا في مدارس الاحد، كنت انا والاب تدرس كان اسمه المهندس مجدي كامل سعد، كنا واخدين فصل واحد انا وهو، بنحضر كل أسبوع مع بعض وهو يدرس أسبوع ولا أسبوع. فقال لي أبونا قال لي إحنا بنفكر بتعيين كاهن للكنيسة، إن في تسع سنين جه 7 كاهنة ما فيش استقرار، أنا عايزين يبقى في استقرار، فإحنا بنفكر فيك. ولا أنا دول ما فهمش ولا بعرف، ولا فكرت في يوم من الايام ابقى كاهن، ولا خطرت على بالي ثانيه واحده قدامك فلان وفلان وفلان، الا ده الاثار اللي احنا بنفكر فيه، ولو ربنا رايد هيمشي مش رايد هيوقف،
ارتحت بكلام ده ودخلت الهيكل هنا، وقفت قدام الشرقية وقعدت أصلي بحرارة، قلت يا رب اسكت يا رايد ماشي في الموضوع، ما انتش رايد انت توقف. وكان سيدنا أول مرة يزور إنجلترا، واتصل بابونا لقى هنا قال له أنا عايز أشوف الكاهن الجديد قبل ما ينزل مصر وأتعرف عليه، عشان كده اضطر أبونا يقول لي. وكان عمل تزكيات ومضاءات، والنار عمله المهندس جورج حنا عند الأوراق دي كلها ونزل بيها بصر وانتبه لقداسة البابا. اتذكرت كلام العذراء لما قالت لي الرسالة السمائية، فقلت هي دي الرسالة بقى اللي هي هيبقى كاهن ويعني هيخدم في كنايس ودي الخدمة بتاعته اللي هي عايزاها. وكان أب اعترافه كمان متنبئ له بالحكاية دي، فبيقول له انت هتجيلك بركة وبركة وبركة على الأولاد وبركة الكهنوت. واحد البابا يسألني مين أب اعترافك ببصر؟ قلت أبو الخريص جريكس ببصر القديمة، أنا كنت ساكن في سرى القبة وهو ببصر القديمة، لكن كان رجل قديس وقال لي الرجل ده أكبر كاهن في مصر وإحنا لازم نكرمه. وفعلا عمل له حفلة إكرام وقال لي أنا عزيز البصر يوم 9 فبراير بستناك هناك، نطلع سوا في العربية ونروح الدير لما بشوي وارسمك هناك يوم قداس فصح يونان. بعد كده قابلت أبونا تدرس وتسودي ديري في الكاتدرائية، قالوا له عملت ايه؟ قلت له قالوا استنى شوية. وراحوا كلموا قداسة البابا من ورايا، بعد كده نداهولي تاني قال لي انت اقعد مع العيلة الأسبوع ده والأسبوع الجاي تسافر اسكندرية وتبيت في الكنيسة ويوم الأحد 18 فبراير تبقى الرسالة. وفعلا بيت في الكنيسة ماري جريس، أنا هما كان سيدنا البابا عايز يرسمني في بر مرقص، لكن أبونا تدرس يعقوب قال له أبونا بشوي عايز يحضر وهو عيان، يا ريت تعملها في ماري جريس، عشان قال لي أي حاجة يطلب أبونا بشوي كامل أنا أعملها. وانتبهت الرسالة في ماري جريس، وأبونا تدرس يعقوب يقول لي أنت الكاهن الوحيد لغاية دلوقتي اللي ترسم في برنس، لأن كل الرسومات بتبقى البروسية. أول ما أختير كاهن كان هو لوحده خالص، يعني بعد ما أبونا لقى مشي فكان شايل الكنيسة كلها على يعني لوحده. شوف كان يناول ساعة ونص ليخلص التناول، يناول الأولاد مدرسة الأهل وبعدين الرجالة وبعدين الستات، وكان حمل تقيل عليه خالص، لكن عمره ما تذمر ولا قال أنا تعبان، في صبر عجيب عجيب، ويطلع من القداس ويقول الحمد لله تمت بخير. And if we entered into the world through the envy of the devil, you have destroyed by the life manifestation of your only begotten Son, our Lord, God and Savior. Jesus Christ, you have filled the earth with the heavenly peace, by which the host of angels glorify you, saying. علاقتي بأبونا بشوي في البداية كانت لما جيت عزيف انتقال ابنه عماد، دي كانت أول مرة أشوفه، واجتماعات الكهنة طبعا اللي كنا بنتقابل فيها من قبل كده، يعني علاقتي بتبتدي من اجتماعات الكهنة، لكن ما كنتش يعني الحقيقة باجي هنا كتير. لكن طبعا أول ما جيت هنا في 2003 في ماري مرقص ابتدينا يبقى لنا علاقة يعني ملاصقين تقريبا مع بعض على طول. أول ما جه طبعا جه على الكنيسة على طول، لأنه كان راجل محب لربنا جدا جدا، راجل يتسم بالبساطة الشديدة شديدة خالص. I first knew Abuna Bishoy in 1988. I was 13 years old at the time, and I started coming to St. Mark at that time, and
I met Abuna Bishoy, of course, him being the priest here, and immediately I felt very comfortable with him, and I loved coming to church just to see Abuna and to be with him. So it was 1988. Even though I'd been in the country for a while, I didn't come to church that often until 1988. أنا تعرفت على قدس أبونا بيشوي غوبريال في التسعينات لما جيت أمريكا قبل دعوتي للكهنوت، وكنت بشوف فيه الهدوء والوقار والمحبة، وإزاي إن هو كان يقابل الإنسان بكل محبة واحترام. وتعمقت معرفتي بأبونا بيشوي لما دعيت للخدمة سنة 2008 إن أنا أجي أخدم في كنيسة ماري مرقص في لوس أنجلوس. ومنذ هذا الوقت وأنا كنت بتابع أبونا بيشوي في محبته وفي تعامله مع الناس. أول حاجة راعت انتباهي في أبونا بيشوي عدة محاور. أول حاجة هو محبته الشديدة للصلاة وللمذبح وللكنيسة. لم أرى أبونا بيشوي غير متواجد في كنيسة ماري مرقص إلا في حالات قليلة جدا أثناء مرضه، إن لم يكن موجود في المستشفى. غير كده كنت بشوف أبونا موجود دايما في كل الصلوات الطقسية في الكنيسة. وأكتر حاجة أثرت فيها هو حرصه الشديد على حضوره للكنيسة حتى في أوقات مرضه الشديد. كان دايماً أبونا بيشوي على الأقل يحرص على حضور عشية يوم الأحد ويوم قداس يوم الأحد. والعجيب رغم مرضه الشديد وإنه كان بيتوكع على عصاية أو حاجة تسنده، لكن كنت أجده دايما من صلاة باكر موجود. الحقيقة أول ما عرفت بأبونا بيشوي كانت سنة 90، دي السنة اللي هجرنا فيها أمريكا. وأول ما جيت كنيسة ماري مرقص اتخذت لي أب اعتراف، ومن ساعتها لحد نياحة أبونا بيشوي، لحد قبل نياحته بعشر أيام بالضبط، ده كان آخر اعتراف، آخر مرة اتقابلت معاه فيها. حتى وقتها هو ما كلمته في التليفون قبل ما اروح ازوره، كان صوته تعبان جدا وانا شعرت بتعب، وقلت له يا ابونا قدسك واضح انك تعبان جدا يعني، فما فيش تعب اتقل عليك. فهو بصراحه اصر، قال لي لا لازم تيجي، ورحت قعدت معاه فاكتر من 24 سنه وهو اب اعترافي. لما كنت في elementary school كنا في ايام الصيف، كان حوالي ست أولاد في نفس السن، كنا ساكنين في apartment building مع بعض. كنا نيجي أيام الأربع والجمعة ناخد الأتوبيس نمرة 7 من على بيكو، ونيجي وكنا نصلي القداسات الأربع والجمعة مع أبونا بيشوي من صغرنا. وكنا نحب قوي يعني لما نصلي مع بعض أكني في السماء. أبونا بيشوي his love was amazing, and it was the catalyst that made me come to church more often. It was seeing a man who was so humble and so kind and so generous and at peace made me want to know what was inside of him that made him that way. So him being here made me want to come to church more and more and more. Too many lessons to summarize in a short period of time, but the main ones is how to put other people's needs and wants ahead of yours. And the other one is to put everything in God's hands and He will take care of the rest. Do not try to defend yourself, but leave it up to God to do the defending on your behalf. And the other thing that He taught me is sincerity in any endeavor I take, to do it with the utmost effort in order to succeed. كنت أجده دايما من صلاة باكر موجود، ويجي يشترك من البداية وكذلك في صلاة العشية. ومش بس كده،
حبه للكنيسة وحبه لأولاده، وده المحور التاني، إن هو كان حتى بعد العشية أو بعد القداس رغم مرضه الشديد لكن كان يفضل متواجد في الكنيسة لساعات كتيرة جدا، يقبل الاعترافات ويستمع لمشاكل الناس ويسأل عليهم ويفتقدهم. الفترات اللي كنت بخدم مع أبونا بشوي غبريال فيها أنا كشماس يعني، كان من الحاجات الجميلة اللي بلاحظها إن كان أبونا بشوي كل يوم جمعة تقريبا كان يروح يزور المرضى ويناولهم، وكان يهتم بزيارات المرضى ومناولة المرضى جدا، وكان ياخدني معاه أحيانا كثيرة يوم الجمعة علشان أسوق له العربية وأبونا يبقى شايل معاه علبة الزخيرة. يعني أحيانا كان ممكن علبة الزخيرة دي يكون فيها 20 مناولة. وأتذكر إن إحنا كان القداس يخلص الساعة 10 الصبح، يخلص أبونا القداس، وبعد ما أبونا يخلص القداس نطلع نشوف نلف المناولات دي. أحيانا آخر مناولة كنا نخلصها كانت تكون الساعة 3 بعد الظهر، ويفضل أبونا قاعد من الصبح من ساعة القداس لحد 3 بعد الظهر الفترة دي كلها وهو صايم يعني طبعا علشان مع المناولات. بالإضافة طبعا إن بعد ما كان يخلص اللفة الطويلة دي كان كتير يدوبك يريح حاجة بسيطة ويطلع، مرات ياخد طيارة ومرات يسافر بالعربية، لأن طبعا زي ما احنا عارفين إن أبونا أسس يمكن فوق 12 كنيسة هنا من كنايس كاليفورنيا، وحتى هاواي كان أبونا بشوي هو اللي بدأ الخدمة فيها. فكنت بشوفه قد ايه ان هو دايما مداوم على الخدمه وما بيتعبش ما بيكلش من رغم من سنه الكبير. يعني احنا كنا صغيرين وبقى راكبين معاه العربيه بنسوق له او حاجه زي كده، يعني احنا نتعب ولكن ابونا ما كانش يتعب وكان يفضل مستمر يعني في خدمته. ابونا بشوي is the Bible is living. ابونا بشوي was a walking living Bible. His actions match exactly the teachings of Jesus Christ, our Lord. So I would say he was a walking, living Bible. هو أبونا بشوي كان إنسان بسيط، والحقيقة الإنسان كلما يكون روحانيا كلما يكون إنسان بسيط. الحتة دي السيد المسيح قال لنا فيها كونوا بسطاء كالحمام حكماء كالحياة. أبونا مسك في حتة البساطة واعتبر أن الآية اللي بتقول المحبة تصدق كل شيء تطبيق عملي لكده، فكان بياخد كل حاجة ببساطة. يعني أبونا أقدر أقول كان بيفكرني، أبونا بشوي بيفكرني بآدم قبل السقوط، اللي هو الفترة اللي كان الإنسان لا يعرف فيها إلا الخير. فحتى طبعا أبونا ما كانش في الفترة ديت، لكن أبونا كان في شر ممكن يكون بيجي جنبه، لكن هو بعينه البسيطة كان لا يرى إلا الخير. عشان كده أبونا دايما كان بيفكرني بالمثل بتاع الفتيلة المدخنة، كان يستطيع أن يرى فتيلة مدخنة فينفخ فيها فتشتعل بحرارة الروح القدس فتصير حياة مقدسة، عكس إنسان تاني يرى في هذه الفتيلة المدخنة ضعف وعدم نفع فيبتدي يحتقرها أو يعملها بضعف. فالبساطة اللي فيه هي كانت جزء من الروحانية، لأن البساطة والمحبة الله بسيط، والإنسان كل ما يقرب من ربنا يتباسط ويبقى بسيط ولا يرى إلا الخير ولا يرى إلا الحب ولا يرى إلا السلام. حتى لو حد بيتعامل معاه بسوء نية هو هيتعامل معاه بهذا الحب وهذه البساطة. دايما كان يعلم دعوا الأطفال يأتون إلي ولا تمنعوهم لأن المثل هؤلاء ملكوت السماوات، فتمثل بهؤلاء الأطفال. كان طفل كبير حقيقي، القلب بتاعه رغم أنه هو قلب كبير خالص إنما في بساطة الأطفال، يعني يصدق كل حاجة، ودائما كلماته كلها كانت كلمات كتابية. دائما كان يحب يتكلم عن السماء. طول عمري أسمع أبونا بشوي غبريال يتكلم على الأبدية ويتكلم على السماء ويتكلم على الفرحة، فرحة القديسين عندما يكسبوا في الفردوس عضو جديد ليهم.
It was simple. And blessed are those who are simple. There is one verse that I happened to have heard about the departure of Abuna when we were in a college convention. And we were sitting and taking answers, questions and answers in the college convention. And we were sitting with I was sitting next to different fathers, and then I got the text. And when I heard the news, when I saw this text, the verse that came to my mind, it came from 2 Timothy chapter 4, verse 7. And that's the first glimpse, or right when I heard of his departure, this is the verse that came to my mind. And it's from 2 Timothy chapter 4, verse 7, where it says, "I have fought the good fight, I have finished the race, I have kept the faith. Finally, there is laid up for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will give to me." And that was the first thing that came to my mind as soon. And I felt that, wow, he fought the good fight. أبونا كان قلبه طيب جداً جداً, ويعني إن أستطيع أن أقول إنه كان يصدق كل شيء, ودي المحبة التي تصدق كل شيء. كان يصدق كل شيء, ولكن كان له حكمة أيضاً. يعني في أمور كثيرة كنا نتكلم فيها مع أبونا نشعر فيه بمحبته وبسطته وتصديقه كل شيء, لكن في أوقات كانت حكمته تبرز على طول. يعني الحكمة الممتزجة بالبساطة الخارجة من القلب. فكنا كثير ما نلتجئ إليه في أسئلة رعوية من ناحية الخدمة والافتقاد والمشاكل, فكان يسكت لكن يدينا الرأي الصميم اللي نشعر فيه رأي ممتزج بحكمة السنين. Well, the child inside Abuna Bishoy, I think, was how he lived his life. The Bible says, unless you become like one of the children, you cannot enter the kingdom of heaven. And Abuna Bishoy really had this internal simplicity, internal trust, internal openness to everyone, like a little child. He had this inside of him, and it's wonderful. So literally what the teachings of the Bible say about unless you are like a little child and to enter heaven, this is how Abuna Bishoy was, in his simplicity and his kindness and his trust. He trusted everyone, no matter who it was. عنده بساطة بطريقة عجيبة جدا, يعني يصدق كل حاجة, ما فيش كلمة أبدا يشك فيها. أي حد يجي يقول له حكاية أو قصة يصدقها وما يشكش فيها, عايز يقول لي ليه نسيء الظن, سوء الظن ده خطيه, ما نسيئش الظن. ساعات اقول له يا ابونا ده بيضحكوا عليك, يعني وفي ناس يعني بتحب تستغل الطيبه دي بطريقه غير عاديه, واقول له لا يا ابونا ما تدلوش ده كذا كذا, يقول لي لا ربنا قال اديله, ومهما هو بقى يتحمل الغلط بتاعه, إنما إحنا ما نسيئش الظن فيه. بساطة أبونا بشوي ليست بساطة بمعنى سذاجة, ولكنها بساطة بمعنى أنه يرى الخير دايما في كل إنسان, فلا يشغل عقله بسلبيات هذا الإنسان. فكانت البساطة أنا بشوفها أنها بساطة ناتجة عن حياة روحية, مش ناتجة عن عدم معرفة. فبترفع هذا الإنسان وتخليه يقبل كل أحد, زي المسيح معلمنا إنه ما جئت لأدعو أبرارا بل خطاة. فحنوة أبونا بشوي وبسطته كانت طريقة جميلة بتجذب إليه كل أحد, وبتخلي الكل يقدر يتكلم معاه ويستريح معاه ويحس إنه هو أب ليهم, على الرغم من أتعبهم وأخطائهم اللي ممكن تكون بتكسفهم. لكن أبونا بشوي في بساطته كان بيمثل يد الله الحنية على هؤلاء, فكانوا بيحاولوا يقربهم للمسيح من خلال هذه الحياة البسيطة. It's hard to
say what I learned from 20 years of life with him in 3 seconds, but I think the one thing I learned from him that meant a lot to me was just to leave things in God's hands. He kind of taught me the meaning of the Bible verse Jeremiah 29:11, and really showed me that anything through prayer, you need to leave it in God's hands and God will make the best decision for you. And he taught me, I went through a hard time in high school and he really taught me the meaning of selecting friendships and how to become friends with people who were gonna help me get closer to God and not take me away from that. وأثناء خدمتي في كنيسة ماري مرقص كتير من البيوت اللي كنت أزورها وأزور البيوت كانوا يجيبوا اسم قدس أبونا بيشوي إن هو كان بيفتقدهم وبيسأل عليهم وحتى في مرضه في آخر 4 سنوات اللي ما كانش بيقدر إن هو يعتمد على نفسه في قيادة سيارته أو الذهاب لوحده في أماكن كان أبونا بيشوي أهم حاجة في خدمته هو يفتقد الناس حتى بالتليفون وكان دايما كل يوم حد أو سبت يجي يسألني في العشية لما يعرف إن في ظرف وفاة عند حد أو إنسان مريض أو إنسان في مشكلة لو ما كانش معاه تليفون وياخد التليفون لكن عادة أبونا كان معاه نوتة كده كاتب فيها كل أرقام تليفونات الشعب وكان حاضر بذهنه بكل أسماء الناس اللي خدمهم ويعرفهم لدرجة أنا كنت بعتبر إن أبونا كمثل كمبيوتر صغير متخزن عليه أسماء الشعب كله لما كنت أروح أزور مكان وكنت أعرف مثلا عايز أعرف معلومات أكتر عن العيلة أو الحاجة كنت أسأل أبونا بشوي ورغم سنه المتقدم لكن كان ذهنه حاضر جدا في حفظ أسماء الشعب وكان يفكرني دايما بالآية اللي ذكرت عن الراعي الصالح إنه خرافي تعرفني وأنا أعرفها فكان فعلا بيعرف أسماء ويدعوها بأسمائها فكان بس أنا أجيب له اسم حد من العيلة وأبونا يجيب بقية أسمائها على طول ويقول لي إيه تاريخهم. I learned a lot from Abuna Bishoy. He was my father of confession. I learned persistence in prayer, relying on God. I learned how to be quiet when it is time. I learned when to speak when it is the right time. Abuna Bishoy really didn't just preach and give sermons about the Bible, he lived it. And I learned a lot just from watching him and what he did. His quietness, his humility, he was a Hegumen. He was the leader of our priests here. And yet you see his love for his fellow priests and their love for him, it was wonderful. You learn just by watching Abuna Bishoy. You learn just by watching. So his prayers, the many times at night he would be, after he would complete so many visitations and everything, and it was late at night, even on Saturdays, and he would come to the church and go inside and pray with the Egbeya. And every single night, without any delay, without any skipping, Abuna Bishoy would come and pray every single night. لا شك إن أبونا بشوي محبته للناس سواء لما كان علماني أو كاهن دي يعني حتى من غير حديث من غير وعظ من غير تركت أثر كبير في الناس ده بالتأكيد يعني كان قلبه زي الأطفال الصغيرين وكان زي الملاك صراحة يعني كده يعني عمره ما حد اشتكى منه في حاجة خالص عمره ما سمحت حد يقول الأستاذ شكري مثلا عمل حاجة ضايقتنا ولا حاجة كده بصراحة يعني ما كانش كان محبوب من كل الناس كان عليه ذاكرة الحقيقة شاب صغير لم تكن له الذاكرة بتاعت أبونا بشوي وبريال كان يفتكر كل واحد وكان دايما يعلم إنه من ضمن الحاجات اللي تعلمها من قداسة البابا شنودة إنه يذكر أي إنسان باسمه
لها معزة خاصة عند الشخص اللي بيتذكر اسمه، فدي كان يحافظ عليها جامد يعني. وأبونا بصراحة كان حتى لما نقول له على أي مشكلة بتواجهنا أو سواء في حياتنا الشخصية أو حتى في الخدمة، أبونا كان يصلي من أجل الموضوع ده. يعني أنا أتذكر مرة أنا كنت قاعد بتكلم معه حتى في اعتراف وبحكي له على أزمة بتواجه شخص معين في المنطقة هنا في الكنيسة عندنا، وقعد أبونا تقريبا بعد ما حكيت له المشكلة دي لمدة سنة كاملة أو يمكن أكتر، كل ما أشوفه يقول لي فلان عامل إيه، من رغم أن فلان ده أبونا عمره ما شافه ولا كلمه، مجرد بس أن أنا حكيت له عليه كان كل مرة يشوفني يقول لي فلان ده عامل إيه. لدرجة مرة من المرات لقيت أبونا بيتصل بيا وبيقول لي يا أبونا فلان عامل إيه، فقلت له صدقني يا أبونا أنا مش عارف لأن بقى لي فترة طويلة ما سألتش عليه. قال لي تتصل بيه دلوقتي وتروح تسأل عليه وتناوله. قلت له حاضر يا أبونا، وفعلا اتصلت بعدها ورحت أسأل على الراجل ده وناوله، ويمكن دي كانت آخر مرة الشخص ده يتناول فيها قبل ما ينتقل. فتحس برضو أن أبونا لما كان بيصلي من أجل المشاكل دي كان برضو ربنا يديله إرشاد بيها. وما كنا نحكي له مشاكل في حياتنا الشخصية كان يفتكرها. يعني أنا من ضمن الحاجات اللي أنا مش ممكن أنساها، أنا فاكر من إمة سنتين كده كنت أعمل عملية بسيطة يعني عملية المرارة، فكلمت أبونا وقلت له يا أبونا أنا عندي عملية المرارة رايحة يوم كذا كذا، وقلت له التاريخ بالتحديد. لقيت في نفس اليوم اللي أنا قلت لأبونا عليه إن هعمل عملية لقيت أبونا بيتصل بيا وبيقول لي يا أبونا أنا بتصل أسأل عليك عملت إيه في العملية وأخبارك، من رغم إن كان الميعاد يمكن بعديها بحوالي شهر. أنا تعجبت إن أبونا مع كبر السن ومع ظروفه الصحية ومشاغل الخدمة إنه فاكر تاريخ العملية بتاعتي باليوم وبيتصل بيا. He was a very simple man and it didn't matter what position يعني when whether he was I have very small glimpse of him when he was a deacon and he was standing right at this corner before in the old church and I had one picture of him and he was always in the back very humble sitting in the last bench and whether he was a deacon or a presbyter or a hegumen was still the same humble spiritual man and that's something that you feel that simpleness and humbleness made us see Christ in him and one of the things that I've never recalled seeing him in I've never recall him being angry he's always a simple man very humble even as a priest the first thing he sees me when he says abuna aftakirni fi salawatak ana wana lissa saghir yani I'm the young priest and that was always the thing remember me in your prayers and that requires humbleness from a human to ask always for prayers somebody you know, a fellow or as a child in priesthood to pray for him my recollections with him is that very peaceful and a humble man very humble that made us see Christ in him he would always say one thing and I know that he would say that one thing to help me get through it but then I know that the moment I left his house or I finished talking to him he would just pray for me unconditionally and like I think that's what really got me through a lot of hard times in my life and got our family through everything. أبونا بشوي بالنسبة لي كان أب وأنا قلت كلمة يمكن ما أعرفش بعض الناس يمكن في أبوته كان في بساطة إنه يحسسني إن هو ابني مش أبوي يعني كتير كان يقول لي نعمل إيه رأيك وأنا حاسس إن هو عنده فكر وعارف بس هو كان عنده هذه البساطة اللي فيها بيتضع وبيحسسك ان انت ممكن تعمل حاجة دايما كنت بشوفه مصلي دايما كنت بشوفه مشغول بربنا فبالنسبة لي القعدة جنبه دي كانت بالنسبة لي اقتراب من انسان يملك الله على قلبه فأقدر اختصرها واقول هي اقتراب الى الله لان هو انسان بيحب ربنا يعني أنا ال 11 سنة اللي عشت فيهم مع أبونا بشوي الحقيقة يعني أشكر ربنا كانت كلها فترة مليانة بالحب والسلام
اتعلمت منه الهدوء وطولة البال، وكان يحتملني حتى لو أنا في مواضيع بحس إن فيها أمور محتاجة موقف وحزم يعني، كنت بحس دايماً إنه هو بياخد الأمور ببساطة قلب وباتضاع وبيحتمل. يعني الحقيقة دي كانت ظاهرة فيه جداً. أبونا بشوي كان أكتر سلاح يعني دايماً شايله معاه ودايماً يصدره في الأزمات الصعبة كان سلاح الصلاة، ودون من أيام زمان، من أيام حتى المشاكل القديمة اللي كانت أي تحصل، مش شرط مشاكل خاصة بالخدمة في كنيسته بالتحديد، ولكن حتى المشاكل اللي كانت تواجه الكنيسة القبطية عامة، يعني أيام الأزمة بتاعت البابا شنودة والسادات والحاجات دي كلها، كان سلاح أبونا بشوف في الموضوع دون كان الصلاة. كان في ناس كتيرة وقتها يبقى عندهم آراء أخرى، إن هم يتزعموا حملة وإن هم يصوروا ويبلغوا ويتكلموا ويعملوا الحاجات دي كلها، ولكن أبونا بشوي كان دايما يلجأ لسلاح الصلاة. أبونا حكى لي خبرات كتيرة في موضوع الصلاة، وكان دايما يقول لي يا أبونا لو كل الوسائل البشرية فشلت قدامك، كل الوسائل في مثلا إرجاع شخص ضال، ما تبطلش صلاة من أجله، ودايما تخلي اسمه على المذبح. وحكى لي هو قصص كتيرة عن الموضوع دون، وإزاي إن في ناس كتيرة أبونا قدر يرجعهم بمجرد صلاته. بعد ما كانت كل المحاولات تفشل، كان يروح مثلا العشية بالليل يلاقي الشخص واقف في الكنيسة مستنيه من نفسه بدون أي يعني أي حاجة، كان أبونا يقدر يجيبه بصلاته. في أواخر السبعينات ببداية الثمانينات كان عدد الأباء الكهنة محدود هنا في منطقة لوس أنجلوس، لكن كانت خدمة أبونا بتمتد إلى أماكن بعيدة جدا، حتى خارج ولاية كاليفورنيا. كان أسس كنائس كتيرة زي ما احنا عارفين، ويمكن غيري في أحاديث أخرى هيذكر هذه الأماكن. كان بيروح أماكن بعيدة جدا وكان بيفتقد كثيرا. هو أنشأ يعني بنعمة ربنا أنشأ كنائس كتيرة، هي دي اللي كانت بتسبب له متاعب. كانوا يتجمعوا الناس اللي في أي بلد ويقعدوا يصلوا في حتة معينة، وبعد كده ما يتجمعوا كلهم يجوا لأبونا ويقولوا له إن احنا عايزين نفتح كنيسة. فأبونا كان يرحب بالحكاية دي ويروح لهم ويقعد معاهم ويعمل قداس ويجي ويقعد يقول لهم حاولوا تجمعوا كل الشعب اللي في الحتة دي. أول ما يجمعوا بعدين يختاروا بقى كنيسة عايزين يشتروا، كان يكلم سيدنا يقولوا كذا الحتة الفلانية كذا كذا عايزين كنيسة، فيقولوا جمعهم واشتري لهم كنيسة وكلمني وأنا بعت لهم كاهن. فكان يعمل كده. أول ما يبتدي بقى يعرفوا أنه هتبقى في كنيسة، شوف الشيطان بقى يشتغل جامد، حروب عجيبة جدا جدا من نفس الناس، نفس الشعب اللي جمعوه اللي تجمعوا دول هم اللي يعملوا له المشاكل. ربنا استخدمني بإن نمشي بعض الكنائس في لوس أنجلوس وبره لوس أنجلوس، وأنا بدون أي ما أفكر وبدون أي تفكير في بالي أبص لها ناس جولي ولأبونا العظيم كنيسة طرز لوب حاضر وروح ونجمع الناس ونعمل أجر مكان ونصلي فيه. عاوزين كنيسة فسكو فينا، عاوزين كنيسة ماري كيرجس. أوكي، ربنا استخدمني إنشاء كنائس كتير، هو العشر تقريبا، وآخر واحدة خدمت فيها يا لاس فيغاس، ودي خد الشغل كامل قوي أن نخدم فيها 13 سنة. أبونا بشوي فعلا بحق هو رجل الله. كنت خلال هدوءه، خلال حكمته، خلال بساطته، خلال اتكاله الكامل على الصلوات، كان دايما يشعرك وهو قاعد معاك أن أنت قاعد في حضرة ربنا. يعني في ناس بيستحضروا الله دائما أو الله دائما حاضر في حياتهم، أبونا بشوي كان من النوع ده. فأما تتكلم معاه في أي حاجة
تشوفه بيفكر ازاي، الهدوء والسلام اللي عنده، الحكمة اللي عنده، البساطة اللي عنده، الاتكال على ربنا اللي عنده، كل دي حاجات كانت بتخليني أحس إن أنا فعلا أبونا بشوي بحياته بيقربني لربنا. I truly learned humbleness. When you sum everything that I've learned from Abuna Bishoy is to be humble and to love unconditionally. One thing that I've seen him is that he loved unconditional. It didn't matter, yani, I always hear, he's been through, there was a lot of people that were doing trouble in the church. And I thank God that I don't know the specifics of the trouble, but I've seen him, it didn't matter what happened or what environment that he was in, he was always peaceful. And he was always in a joyful person that loved everyone unconditional. As a child growing and as a child and him being my father of confession, the majority of my life, he was always a very humble and unconditional love. And I guess this is what I'm gonna keep repeating, because really that's the theme. That's what I learned, is love people unconditionally. And one thing that somebody told me prior to being ordained is that if you do not love the people that you serve, you will never gonna be able to serve them right. And that's something that I saw in Abuna. Abuna loved the people that he served and loved them unconditionally. And that's why he was loved by the congregation and people saw Christ in him. Had joy in his heart, and he shared that joy with everyone. And it was done in a way that was very simple, that everyone can understand and everyone can feel what he was saying. So yes, he was very, very simple. الكنيسة الأبا القديسة مريم العذراء وأما ثلاثوس هو اللي كان هنا. كتير في المرات اللي كنا نروح مع المناولات دي كنا نشوف حاجات غريبة بتحصل قدامنا، يعني كنا نشوف مثلا أبونا يروح مثلا بيت علشان يناول ناس، نبص نلاقي الباب مثلا مقفول، احاول انا في الباب ان انا افتحه بشتى الطرق والباب ما بيفتحش، ابونا يروح يزقه الاقي الباب اتفتح. اتذكر كان في واحده ست ارمنيه كان ساكنه في منطقه هوليوود تقريبا، وابونا كان يروح يناولها دايما مره في الشهر. والست دي كان حتى عندها كلاب حراسه كتير مربياهم في الباك يارد، لانها كانت ست كبيره. كان اول ما ابونا يوصل كنت ابص الاقيهم جم مشوا حواليه كده وراه، هما الاثنين عاملين زي الحراسه بيحرسوا ابونا وهو داخل بالمناوله، ما يعملوش يعني اي دوشه ولا حاجه. ابونا يخش يناول الست، بعد ما يخلص يطلع الاقيهم يقعدوا يتنططوا على ابونا ويلعبوه يعني، وابونا كان يلاطفهم جدا. يعني حتى من الحاجات اللي يمكن ما فيش ناس كتيره تعرفها ان ابونا حتى محب للحيوانات، هو حتى عنده في البيت في كلبين، وهو انسان بطبيعته حنين جدا يعني حتى على الحيوانات، يعني يقعد يلعبها ويتعامل معها يعني بحنيه وبرفق. يعني كده بقول الأبوة غاليه لانها من الاب والمسيح يسوع وحقيقيه، وكل ما تبقى حقيقيه بسبب تقوى الكاهن هي من الله، يعني من جهه الاسرار اللي بيعملوها دي امانه الله. اي كاهن برتبته ويقدس الأسرار، الأسرار مقدسة. أما ليه اللي يفرق بين واحد والتاني؟ الواحد في حياته، حياته الخاصة فيها تقوى. البساطة بتاعته والمحبة بتاعته أثقلت بكل الحكمة اللي اتعلمها الجيل دوت من قداسة البابا شنودة. فأقدر أقول إن مفيش كتاب كتبه البابا شنودة ما قراهوش أبونا بشوي، وما فيش وعظة وعظها البابا شنودة قدر ابونا يوصل لها ما سمعهاش مرارا وتكرارا. فكل ده كان بيؤدي الى تقوية البعد الروحي، لان الكاهن احيانا ممكن
يتحارب بالإداريات والشيطان يدخله في مسؤوليات واسعة وإداريات واسعة واجتماعات بلا عدد. لكن الحقيقة أبونا بشوي كان بيرى أن في صلاة المذبح القوة بتاعته وفي صلاة المخدع القوة بتاعته. حتى لما كبر كان يهتم أن هو لا يترك قداس، حتى لما بقاش يقدر يمسك ذبيحة كان دايما يهتم أن هو بيجي وبيشترك مش بس في القداس وفي العشية كمان، ويوزع لقمة البركة بإيده ويحس كده أن هو في خدمة وفي ارتباط بالشعب. فقوة أبونا هي في الصلاة وفي الحياة الروحية الثابتة في ربنا. I truly felt that Pope Shenouda helped him get through a lot of the hardest times in his life. I would always ask him, you know, Pope Carolus worked a lot of miracles for him, and I would always ask why he loved Pope Shenouda so much, and he would tell me that he met him once, and it was ever since then he realized how, you know, educated and knowledgeable of a pope he was and how much he could always learn from him. Anytime during he was in dialysis, he would always read Pope Shenouda books, and he would give the Pope Shenouda books to me to read. But after a while, he was having a hard time seeing. So we had gotten my grandma an iPad for her birthday, thinking that like she would use it for every once in a while. But he ended up taking it over, and we put all his Pope Shenouda sermons on the iPad. And we gave him some really big headphones, and he would just kind of tune us out anytime we were at his house and just listen to Pope Shenouda sermons on repeat. I would have shown you once, he told me a story, and I'm sure a lot of people know about it, that one time when he was in Egypt, he wanted to go and pray in a church, and the priest of the church, of course, didn't know who Abuna Bishoy was, so he kindly asked Abuna, please, not to join the liturgy, and Abuna Bishoy went to meet the late thrice blessed Pope Shenouda afterwards, and he told him about what happened. And Abuna Bishoy told me that, and he loved to say this, that Pope Shenouda basically wrote him a letter saying that Abuna Bishoy can pray in any church he feels like in Egypt and all over the world. And he used to say, see, he gave me a carte blanche, and then he showed it to me. Sayyidina, God rest his soul, loved Abuna Bishoy very, very much. Abuna Bishoy, you have to understand, also was very instrumental in starting so many other churches. Sayyidina once said that if you want a church to start, give it to Abuna Bishoy. Have Abuna Bishoy go and start praying in that church, and pretty soon they're going to have a congregation and have a parish of their own. Yani the love was mutual. And Abuna Bishoy loved reading the books of Pope Shenouda. He read every single one. Every single book written by Pope Shenouda, Abuna Bishoy read it. And he even authored a book based on the writings of Pope Shenouda III. So he loved Pope Shenouda, and Pope Shenouda loved him. It was mutual. And I think now they're together in paradise and enjoying each other. I can honestly say that my dad did not just respect Anba Shenouda and value his sermons, but he lived with him. And I felt like Anba Shenouda, when I talked to my dad, that Anba Shenouda was always there with him. I was talking to the two of them together. He would always talk about his relationship with Anba Shenouda. And it was almost like he lived in a bubble. It was just him and Anba Shenouda. طبعا أبونا كان يعشق كتابات وعظات البابا شنودة. وهو متلمز على مدرسة كتابات وعظات البابا شنودة، ومن الحاجات اللي كان دايما يعملها كان في أعياد رهبنة وجلوس البابا شنودة، كان دايما العشية اللي كانت تيجي قبليها أو بعديها كان يخصص هذه العشية إن الوعظة بتاعت العشية تبقى عن أقوال البابا شنودة، وكان كل سنة يطلع لنا بعض الأقوال من بتاعت البابا شنودة ويقول لنا فيها تأملات روحية جميلة جداً.
طبعا بالإضافة إلى استناده على كتب الروح المشنودة كمرجع رئيسي بالنسبة له في تحضيره لعظاته وحتى في طريقة التعامل مع المشاكل. وكان دايما يردد العبارات اللي كان البابا شنودة برضو يقولها زي عبارة مسيرها تنتهي أو كله للخير. في الحاجات دي برضو كان أبونا بشوي غوبريال دايما يردد هذه الكلمات. أبونا بشوي حكالي أنه هو في بداية خدمته ودي أنا شفتها لحد طول الفترة اللي أنا كنت بخدم فيها في كنيسة مرمرقس. المحور الثالث اللي ممكن أشارككم بيه من ناحية خدمة أبونا بشوي هو توقيره للرئاسات الدينية في الكنيسة. كان يقول لي إن أنا تتلمست على يد قداسة البابا شنودة الثالث، وكان إن لم يكن قد قرأ كل كتب قداسة البابا شنودة، والمكتبة بتاعته كان تحوي جميع الكتب اللي أصدرها سيدنا. وأثناء مرضه الأخير كان هو قاعد بيسمع عظات البابا شنودة مرات عديدة جدا، لدرجة أنه مرة قال لي أنه سمع أكتر من 4 أو 6 عظات في يوم واحد متتالية. واللي يتابع عظات أبونا بشوي غوبريال يلاقي أن كثير من المراجع اللي اعتمد في تحضير العظة عليها هو كتب قداسة البابا شنودة. مش بس كده، كمان بعد اختيار قداسة البابا توادروس الثاني كان فرحه كبير، وكان دايما يتابع عظات يوم الأربعاء لقداسة البابا توادروس ويقول لي ده سيدنا أحيانا يعني يقول لي سيدنا اتكلم عن كذا في العظة، فكان متابع لهذا. طبعا بعد تجليس نيافة الأنبا سرابيون أسقف لأبروشية لوس أنجلوس كان توقيره كبير جدا لسيدنا. وأذكر أن يوم الجمعة في الأسبوع الثاني من صوم السيدة العذراء كان أبونا متواجد في المستشفى لفحوصات طبية كثيرة، وعرف أن نيافة الأنبا سرابيون هيباركنا في كنيسة ماري مرقص في العشية في هذا اليوم في صوم العذراء، وفوجئنا أن أبونا متواجد في الكنيسة. خرج من المستشفى جاء الكنيسة لما علم أن نيافة الأنبا سرابيون كان يقابل سيدنا محبة كثيرة جدا. وأكثر من هذا أيضا كان اجتماعنا الشهري للكهنة في الأبروشية كان أبونا يحرص أن هو يسألنا بعد الاجتماع الشهري عن مدار في الاجتماع، وكان متابع كل مشروعات الأبروشية وكان بيساهم فيها. أيضا كان توقيره لكل الأباء الأساقفة لما كان يجينا يزورنا أي أب أسقف في الكنيسة وهو غير متواجد كان يكلمه في التليفون، وأحيانا كان يحضر وكان يسأل عن مصر وعن مشروعات مصر وعن الفقراء ومساعدتهم. وكثيرا وأنا أعرف شخصيا إن هو كان يساعد من ماله الخاص كثير من العائلات وكثير من المشروعات سواء هنا في أمريكا أو في مصر. أيضا كان إنسانا زاهدا في الأمور المالية، فحتى الجزء اللي كان بيقدم ليه كان بيتبرع بأجزاء منه. وفي لما جينا نرسم أبونا سيرل قال أنا مش محتاج حاجة من الكنيسة، أنا عندي ما يكفيني، وقال له إمكانيات الكنيسة تساهم بالنسبة عشان خاطر تقدر يكون في كاهن حتى لو خدمة الكنيسة. فكان زاهد في الأمور المالية، دي حاجة جميلة يعني صفة جميلة كانت فيه، وبخلينا وبيدي يعني نموذج ومثل طيب. وطبعا زهده ده هو اللي خلاه دايما مهتم بخدمة المحتاجين وخدمة المتألمين، ودي كانت شيء يعني عزيز عليه، فكان دايما كان يهتم بسانتا فيرينا ويسألني على أحوالها ومشي ازاي. وكان أيضا يحب قناة لوجوس قوي، كان دايما يحب يعني يشجع هذه القناة، دي كانت طبيعة عنده أنه بيشجع أي حاجة جديدة. قناة لوجوس فمية في المية هتقول هذه القناة عظيمة وهتدخل في كل بيت، والإنسان في مزيد من المعرفة، لأن زي ما قال داود النبي
وصاياك ليس لها حدود، كل حاجة لها حدود، أما وصايا ربنا وكلام ربنا ما لهش حدود، زي البحر عميق، فكل واحد ما يشرب منه محتاج أكتر وأكتر وأكتر ليستزيد في المعرفة وفي النمو الروحي. أبونا بشوي is the opposite of angry. أبونا بشوي is just complete humbleness. Despite issues that would come up, we hear sometimes of issues that come up with being a priest, with the congregation, with everything, all the issues that come up. Abuna Bishoy never, ever, ever was angry. Never. Even when sometimes there was resistance against him in any way, Abuna Bishoy would not be angry at all. Never. I've never, ever, ever, ever seen him angry, except one time in church in 1981 when there was dissension on the Pope being in Egypt, in the monastery, and some of the congregation members had organized to walk out of the church at the beginning of his sermon. Half the church left, and he was outraged, not because they insulted him by leaving, but more by defaming the house of God and showing disrespect in the house of God. لم يتعقر قلبه من ناحية أحد، لم أراه يحمل ضغينة لأحد. يوم ما يكون حد تعبه جدا وتيجي سيرته يسكت، يسكت. وأنا أظن أن في هذا الصمت كان يصلي من أجل هذا الإنسان. لكن ما كانش أبونا يحمل شيء ضد أحد، كان بيتكلم بالحب عن كل الناس، حتى الناس اللي بعض يعني تصرفاتها البعض لا يفهمها وبيقف قصادها، تلاقي أبونا بشوي يرى فيهم أشياء جميلة وتلاقيهم ينجذبوا إليه حتى لو هو اليد الوحيدة اللي بتحتضنهم وبتقبلهم. فطبعا دي نقطة جميلة في أبونا بشوي، خلت إن دايما العمل الروحي بالنسبة له هو اللي بيديله قوة إن هو يحتمل كل أحد. أبونا بشوي كان بيتمتع بحاجة تانية وهي البساطة، إن أبونا كان بسيط جدا، بسيط حتى في أسلوب معيشته. يعني اللي يخش البيت عند أبونا أو يشوف عربية أبونا أو يشوف حتى لبس أبونا يلاقي إن أبونا قد إيه كان إنسان زاهد جدا. يعني أنا أتذكر ساعة ما وصلنا أمريكا سنة 90 كان أبونا لسه شاري عربية تويوتا كامري، وهي يمكن العربية تويوتا كامري هي دي اللي ما زالت قاعدة مع أبونا لحد النهاردة. أهو فات على الموضوع 24 سنة، يمكن في 24 سنة يعني إحنا كلنا غيرنا عربيات يعني 5-6 مرات، ولكن أبونا ما كانش يفكر في الأمور العالمية دي، كان زاهدها تماما تماما، سواء إذا كان في لبسه أو في أكله أو في معيشته عامة. والبساطة أيضا كانت في حياة أبونا حتى في التعامل مع المشاكل أو مع التعامل مع الأشخاص، ما كانش يتعامل مع أي شخص بأي نوع من التكلف، وكان عنده الناس كلهم سواسية، الغني زي الفقير، المتعلم زي الغير متعلم، الكل عندهم كانوا زي بعض. وكان أبونا لما نروح نشتكي له من أي مشكلة إحنا نبقى شايفين الموضوع كده كبير، كان أبونا مريح جدا، لأن كان مجرد ما الواحد يقعد معاه شوية أبونا يشعره قد إيه إن الموضوع أبسط من كده بكتير، والإنسان يطلع عنده فعلا مرتاح، لأن هو عامة كان أب مريح. يعني يمكن الحاجات اللي أنا كنت ألاحظها لما أقعد مع أبونا بشوي، حتى وأنا في اعترافاتي أقول يا أبونا أنا عملت كذا وكذا وكذا وكذا، أبص ألاقي أبونا دايما حنين معايا ويلتمس لي الأعذار. يعني نادرا جدا ما كان ينتهرني أو يستخدم معايا أي حاجة فيها أسلوب من القسوة، مش دلع بس أبوة، أبوة حنية بمعنى الكلمة. يعني المذبح بالنسبة لأبونا بشوي هو ده حضن ربنا، هو ده السماء، هو ده المكان اللي الكاهن فيه بيأتي محملا بأثقال كثيرة فبيلقيها على المذبح، بيحملها صاحب المذبح وبيتحمل أبونا بعد كده بطاقة روحية جميلة فيخرج للشعب زي ما يقول كده يجدد مثل النسر شبابك، يبقى في قوة وفي إرشاد وفي معونة.
المسبح بالنسبة لأبونا بشوي أعتقد هو كان حياته، والحاجة التانية كانت الاعترافات، كان بيقضي فيها وقت كتير، تلمس فيها ناس كتير ورجع ناس كتير لربنا بأبوة صادقة ملأها الحب والحنان. It's not that he kept the church to himself. Abuna Bishoy took the church with him wherever he went. And what I mean by that is that when he would visit the sick, when he would visit the elderly, he brought the church and he brought Christ with him. It's not that, you know, Abuna kept the church to himself and everything. It was, he shared it. He shared God's love. He shared the church with everyone that he met. So his best place was church. I even heard somebody saying that even when he was picking a home for himself to live in, he picked a home right next to church so that he can come and pray, going to work and coming back from work. So definitely church, it was his favorite place. And he would love to go and be in the altar and pray in the altar, the Egbeya especially. The best place that I felt that he was loved and most comfortable in is in the altar. And that's how I felt. كمان من الأشياء الجميلة اللي أنا شفتها في أبونا بشوي في الصلاة والتسبيح الصلوات الارتجالية اللي كان بيمتعنا بيها في سهرات رأس السنة القبطية. كان أبونا يصلي صلوات لأجل كل إنسان، وكان يحب إن هو يذكر دائماً كل إنسان، وكل إنسان محتاج، المرضى والمريض والمسافر والطالب والامتحانين والمنتقلين والذين في شدة، وكل إنسان، وكان يصليها بتأدة وبهدوء وتكون صادرة من القلب. وكان يصلي كمان تحليل الكاهن لصلاة نصف الليل جهرا، وكان يصلي بهدوء، وكانت الناس كلها تبقى مستنية هذه اللحظات اللي فيها أبونا بشوي بمتعنا بصلوات خارجة من القلب ومتجهة إلى السماء. طبعا معروف أن في الكتاب المقدس أيوب كان رجل بار وما كانش فيه واحد زيه في وجه الأرض، على وجه الأرض كلها، ويمكن عشان كده ربنا سمح لأيوب تجربة صعبة جدا مر بيها في حياته، سواء إذا كان من فقدان أولاده أو ماله أو صحته، تجارب كتيرة جدا. وربنا فعلا ما بيديش التجربة إلا للإنسان القديس اللي يكون ربنا عارف إن هذا الإنسان يقدر يتحمل هذه التجربة، يقدر يشيل هذا الصليب، ويقدر يتعامل معاه بطريقة يكون فيها درس لكل اللي حواليه. أبونا مر بتجارب كتيرة جدا. طبعا أول تجربة كانت، مش أول تجربة وأتليست يعني الحاجات اللي احنا عصرناها، كانت فقدان عماد يعني وانتقاله ابن أبونا. تجارب تانية من حرق الكنيسة بتاعت مرمرقس، وتجارب تانية من مشاكل في الخدمة، ده بالإضافة إلى المشاكل الصحية الكثيرة اللي أبونا ابتدى يعاني منها في آخر أيام. ولكن أبونا كان في حاجة عجيبة جدا، وأنه كل تجربة كان يمر بيها كان ينظر فيها للنواحي الإيجابية. يعني إحنا ما نشوف أي تجربة أو أي مشكلة، الحاجة اللي نركز فيها هي الحاجة السلبية أو الحاجة اللي شايفينها وحشة، لكن أبونا كان يشوف دايما النواحي الإيجابية. تعجبت آخر اعتراف وأنا قاعد مع أبونا، كان يوم الثلاث اللي هو قبل نياحة أبونا بعشر أيام بالظبط، فبسأل أبونا بقول يا أبونا زي صحتك عامل إيه؟ فقال لي نشكر ربنا ماشيين ببركة ربنا وبالأدوية. فبقول يا أبونا طب قدسك لسه بتروح تعمل دياليسيس ثلاث مرات؟ أم قال لي بروح أعمل دياليسيس ثلاث مرات، بس الدياليسيس دون طلع مفيد جداً. فأنا استغربت من تعليق أبونا بيقول الدياليسيس مفيد، يعني أي حد بيعمل غسيل كلى بيبقى متأزم ومتضايق من يعني ربطته في الكرسي لمدة أربع ساعات والتعب والإرهاق اللي بيحل بالإنسان اللي بيقوم موضوع غسيل الكلى ده. فبقول له يا أبونا قدسك شايف الدياليسيس مفيد في إيه؟ أم قال لي أنا باخد معايا كتب للبابا شنودة، وأروح أقعد أقرأ في كتب البابا شنودة، على بال ما أخلص الكتاب
أبص في الساعة ألاقي إن فاضل 10 دقايق 15 دقيقة على ميعاد انتهاء الدياليسز. أقوم أنا قاعد على الكرسي كده أصلي عشية، أصلي باكر، أصلي أي مزامير الحاجات اللي أنا حافظها، على بال ما أخلص الحاجات دي كلها أبص ألاقي الدياليسز خلص. كنت فين أنا هقدر أجيب وقت إن أنا أقعد أقرأ كل هذه الكتب؟ وطبعا في الآخر لما أبونا تعب خالص فنزلوا له عظات البابا شنودة كلها، هاني ابن أبونا نزلوا العظات كلها على الآيباد، فأبونا ياخد معها الآيباد وبيقول لي بقيت أقعد أسمع 3 عظات أو أحيانا 4 عظات على حسب ما الوقت يقضي بتاع الدياليسز. يقول لي أنا كنت منين هلاقي وقت إن أنا أقعد أسمع عظات البابا شنودة دي كلها أو أقرأ كتب البابا شنودة وتحصل على هذا الكم من الاستفادة. وبقى أبونا بيستغل الوقت بتاع الدياليسز على إن دون وقت خلوة روحية إن هو بيقضيها مع كتب البابا شنودة أو عظات البابا شنودة. فشفنا قد إيه إن هو أي تجربة أو أي صليب كان أبونا بيحمله أو بيمر بيه في حياته كان ينظر إلى الصليب أو التجربة دي من الناحية الإيجابية وياخد منها الاستفادة ويبقى فرحان بيها. يمكن دي حاجة تنقصنا، ويمكن لو قدرنا ان احنا نتعلم او نعمل زي ما ابونا كان بيعمل الانسان هيعيش حياة اسعد من اللي هو عايشها بكتير جدا. الصليب اللي حمله في حياته ربنا سمح له بيه في مجالات متعددة، لكن دايما كنا نشوفه انسان هادي، شفتوش مرة غضوب، بالعكس دايما شع منه السلام والاحتمال، ودايما يتكلم على الكل بالخير. يعني لم أسمع منه كلمة إساءة لأحد حتى للذين وقفوا ضده، كان دايما يتكلم عن الكل كلام طيب وكلام خير، وكان بيقدم لنا مثل للقلب الصفوح يصفح عن الناس. عشان كده عاش في سلام وعاش في يكسب محبة الناس، وبقيت خدمته ونمت مهما قلنا عليه، لكن المكافأة هي هتكون مكافأة في السماء. The cross of Abuna Bishoy is that he would intervene in every single issues that would come up with the families. And you can see that in his personal prayer when he would be at the altar and he has the body and the blood in front of him, and he would say, والذين في الضيقات ومتاعب تدخل انت يا رب وحل مشاكلهم. And yes, there were a lot of problems, like there are a lot of problems in every congregation. But Abuna Bishoy made it a point that he was going to reconcile everyone that he can. And just like his prayer, he would put the issues in front of the altar and ask God to intervene. أبونا كان يحتمل المرض بشكر، وكان عدى بتجارب شديدة، وأهمها تجارب كثيرة جدا في الخدمة وتعبه في الخدمة. I honestly feel that he lived the same life that every member of his congregation lived. He immigrated from Egypt, left his family behind, ended up working odd jobs here in the beginning until he was able to land on his feet. And he had no pride or sense that this job was beneath him. He took whatever he was offered in order to feed his family. And in that sense, he was able to connect with his congregation. And you know, later on in life, God gave him the hardest test of his life, and when he lost his son, and the ability to bounce back from that tragic event always amazed me, where he was able to get his power and energy. And it was through his faith in God that he was able to be so resilient and continue taking care of his other children. And when I asked him once, I don't know how you get the energy and to do that, he's like, I've lost one child, but I've got many children that I gotta be there for, and I don't want them to see me as being unavailable for them. And I learned a valuable lesson then, how to continue and persevere no matter what
struggles I have in my life. وما تنساش أن أبونا بشوي يعني مر في حياته بتجارب كتيرة جدا أثقلت هذا الإنسان وخلته يبقى صاحب خبرات كبيرة جدا مع ربنا. فبالتالي أما كنت بتعامل معاه كنت بحس أنه هو إنسان بيقربني لربنا. وطبعا دي كانت بالنسبة لي متعة كبيرة جدا أقعد جنبه جوه ونقعد نتكلم وأخد رأيه في حاجات وأخد إرشاده في حاجات. كأب طبعا وإنسان روحي وإنسان خادم اختبر كل أمور الخدمة. أنا من سنة 2004 عملت عملية الفتح قلب أوبن هارت. بعديها بشهرين بالضبط جالي هارت أتاك جامد جدا، يعني الدكاترة فقدوا الأمل فيا خالص، ما كانش في أي نبض ولا القلب واقف، كل ما فيا واقف. قعدوا الدكاترة يعملوا يعني كل وسعهم وبعد كده ما يقدروش يعملوا حاجة. طلعوا قالوا الهاني الحقيقة احنا عملنا اللي قدرنا عليه والأمل ما فيش يعني كده هو. فيعني شوفوا إذا كان في حد عايز يجي يشوفها بقى وبتاع، يعني كانوا مسلمين فيا خالص. راح هاني على طول مكلم أبونا بشوي. فبص هاني لقى على طول أبونا بشوي جه رغم إنه كان عنده اجتماع كهنة في اليوم ده هو. فجيه قبل الاجتماع طبعا أنا ما كنتش دريانة، يعني صلى لي ومشي راح الاجتماع بتاعه. بعديها بشوية ربنا قبل صلواته وقدروا أنهم يعني يرجعوا لي الحياة تاني يعني كده. فدي حاجة ما تتنسيش أبدا لي يعني. أبونا بشوي لو نلخصه في كلمات هو كان رجل صلاة، إنسان بسيط جدا، محب للكل، يصدق كل شيء. لم أسمع أبونا بشوي في يوم في أيام خدمتي في الست سنوات إنه متذمر من شيء أو بيشكو من شيء أو بيتكلم عن شخص في بصورة يعني بيجيب سيرة حد أو بيتكلم على حد، كان بل بالعكس كان بيبارك كل أحد. علشان كده أنا بعتبر نفسي إن أنا محظوظ إني خدت بركة خدمة أبونا بشوي غبريال في هذه السنوات القليلة اللي خدمت معاه فيها، وأرجو إن ربنا ينفعنا بصلواته عنا ويذكرنا دايما في خدمتنا ويعيننا كما أعينه. بما سرتك يا الله املأ قلوبنا من سلامك وطهرنا من كل دنس ومن كل غش ومن كل رياء ومن كل فعل خبيث ومن تذكار الشر الملبس الموت. من الحاجات الجميلة اللي كنت بحس إن هو بيحب يقولها على طول أشية الإنجيل، لأن أشية الإنجيل بالنسبة له هو بيصلي من أجل الشعب إن الله يفتح قلوبهم وعيونهم لكي ما يستنيروا بكلمة الله المحيي. لكن طبعا القداس كله بالنسبة لأبونا كان مصدر عزاء وكان يعني خبرة روحية قوية بيبقى فيها يصلي من أجل الشعب. وكتير يعني احنا طبعا عشان بنبقى بنصلي جوه مع بعض احيانا نظرة العينين للسماء اثناء الصلاة بتعبر عن ايه المشاعر الحب اللي في قلب هذا الانسان من ناحية ربنا، قد ايه هو بيقول ربنا من أجل كل واحد من الشعب. طلباته الخاصة اللي كان يصليها دايما بعد نهاية القسمة اللي الشعب كله عارفها وحافظها بتعبر على انه كان يحمل هذا الشعب في قلبه. يعني هو مش واحد بيؤدي قداس، ده هو بيصلي امام الله لاجل هذا الشعب فيقدم الشعب لله ويحمل ببركات الله من اجل هذا الشعب. ابونا اثناء القداس كان يحب دايما يصلي أشية الانجيل وكان يشعر ببركه كبيره قوي وهو بيصليها، وحتى في ايامه الاخيره كان يحرص على إنه نسنده ويصلي صلاة أشية الإنجيل وكان يصليها بهدوء
وكأن صلواتها كلها طلع من أعماقه، وخصوصا الحتة اللي في يقول مرضى شعبك اشفيهم والذين رقدوا يا رب نيحهم، كان يقولها بتأثر كأنه بيطلب عن الأحياء وعن المنتقلين في نفس الوقت، من أولاده المرضى ومن أولاده اللي انتقلوا من هذا العالم. We know that Abuna is in a much better place than what we're in, and we mourn his departure, but we look forward to seeing him again. And one of the things that Abuna was very famous for, and even when some of the fathers were speaking, is that, and when every funeral I would imagine that I attended and Abuna spoke, he spoke about Haflat al-Ta'aruf. Haflat al-Ta'aruf, this was something that was constant in his mind when it came to the funeral, and to comfort the people that these people, when they did not die. In Christianity, there is no death for your servant, but a departure. And he entrusted in us that departure at the beginning, Haflat al-Ta'aruf, it's a feast of greeting everybody, meeting the saints, meeting the martyrs, meeting the relatives that passed away, our loved ones, our giddu, our tetas, and whoever that passed, and it comforted us. And we felt, and this is what all the fathers that spoke about Abuna after his departure, is that he's living Haflat al-Ta'aruf that he spoke about all his life in every funeral, Haflat al-Ta'aruf. And we felt and we know that he is living that, and he's celebrating and seeing the loved ones that passed away that he knew, that he knows, and then meeting the saints and Saint Mary and all the saints that he loved, that he interceded and asked for their prayers all throughout his life. So we know that he is in a much better place. And not only that, but as he was praying for us while in the service, while he was alive on earth, he is actually also praying for us now as well in heaven, and praying for us and interceding for us, that the Lord help us in the service that we are entrusted with. أنا الحقيقة كنت أتمنى إن أنا أكون في مناسبة أسعد إن أنا أقولها في ذكرى نياحة أبونا القديس أبونا بشوي غبريال، وأتمنى إن ربنا يناح روحه في فردوس النعيم طبعا. مع إننا مفتقدين وجود أبونا بشوي غبريال بالجسد معانا جدا، إلا أن مفيش أي شك السيرة والحياة والتعاليم اللي أبونا بشوي ملى بيها قلوبنا وملى بيها منطقة لوس أنجلوس وكاليفورنيا كلها، دي هتفضل عايشة معانا على طول وعمرها ما هتفارقنا أبدا. وإحنا كل ما بنصلي كل قداس أو حتى في أي صلوة بنقف نصليها بنتذكر أبونا بشوي، بنتذكر تعاليمه، بنتذكر القدوة والمثال بتاعه اللي هو سابه قدامنا في حياتنا. إحنا واثقين إن أبونا بشوي زي ما كان مهتم بينا هو على الأرض هنا، إنه ما زال مهتم بينا كلنا كأولاد ليه، بيذكرنا في صلواته وبيتشفع علينا. وإحنا هنا برضو بنطلب نياحا من أجل نفسه وبنقول له يا رب أذكرنا، وبنقول له يا أبونا أذكرنا أمام عرش النعمة علشان ربنا يعطينا إن إحنا نقدر نكمل مسيرتنا في الخدمة زي ما أكملتها، وربنا يعيننا كلنا على خلاص نفوسنا. لإلهنا المجد دائما أبديا آمين. Even when I wanted something so badly and I would pray so hard for it, I knew that he was praying that the best decision be made, not for me to necessarily get the one thing that I was praying for. And even after he would just pray that the best decision would be made, I really felt that. أنا أشعر بقربه لينا دلوقتي في الفردوس عن قربه في الجسد. يمكن ما كناش بنشوفه كل يوم وهو هنا على الأرض، وخصوصا في فترته الأخيرة، لكن أشعر أنه معنا كل يوم في صلواتنا وفي حضوره معنا في الكنيسة وفي خدمتنا
وفي الافتقاد وفي خدمة كل إنسان، نشعر إن أبونا الذي تعب ونحن دخلنا على تعبه. وإن كان ربنا إداله 86 سنة على الأرض فهو مديله الأبدية كلها، سواء في فترة الانتظار أو الفترة اللي بعد كده، سنوات لا تنتهي فيها يفرح بالمسيح ويفرح بالقديسين حتى نلقاه ونفرح كلنا معا حين نلتف حول مسيحنا الذي أحبنا ومات لأجلنا الذي له المجد الدائم. I miss him more than anything. Anytime I'm at school or I have a test, I would always call him and ask him to pray for me, and like I can't do that anymore. لأنها حاسة بيه إن كمان قاعد معنا في البيت وفي الكنيسة، يعني تحس إن لما تدخل الكنيسة إن هو لسه موجود في الكنيسة، ويعني إحساس كان عجيب جداً جداً إن أنا أحس الإحساس ده. وهنا عندي في البيت حاسة إن هو في البيت معي. 52 سنة متجوزين، عمره ما قال لي كلمة وحشة. وجعلنا مستحقين كلنا يا سيدنا أن نقبل بعضنا بعضا بقبلة مقدسة لكي ننال بغير وقوع في دينونة من موهبتك غير المائتة السمائية بالمسيح يسوع ربنا.